قالت الخارجية القطرية إن جهود قطر في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي. وأشارت الخارجية القطرية إلى أن التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة، وقالت إلى أنها أخطرت الأطراف عن استئناف جهودها مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب، وستبذل الجهد لعودة الرهائن والأسرى.